يتيح محرك صور جوجل البحث عن صور بأنواع وأحجام مختلفة. بعد الوصول إلى موقع جوجل، يتم البحث عن الصور إما بكتابة كلمة البحث ومن ثم ننقر على صور، أو من خلال الذهاب إلى تطبيقات جوجل، المزيد، تلقي المزيد، من وسائل الإعلام نختار بحث عن الصور، نكتب كلمة البحث، نلاحظ أنه ظهرت نتائج البحث المتعلقة بكلمة البحث كتاب إلكتروني وهي على هيئة صور. بالنقر على قائمة أدوات البحث نلاحظ أنه بالإمكان البحث عن الصورة من خلال خيارات متعددة من حيث الحجم، اللون، النوع، الوقت، وكذلك حقوق الاستخدام. نختار الصورة المناسبة وننقر بالزر الأيمن للماوس وحفظ الصورة باسم لحفظها إما في مكتبة الصور أو أي مكان آخر على جهاز الكمبيوتر أو الفلاش ميموري.